اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عبد الناصر، رايك ايه في كاس العالم؟ مستمتع يعني بيه ولا لا؟ جميل، من احلى النسخ بصراحه. فعلا فنيا 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 وتنظيمية كل حاجه وتنظيميه ومفاجآت. صحيح، مفاجآت. انت في دوري دور المجموعات مش عارف مين اللي هيطلع ومين اللي هيقعد ومين اللي هينزل ومين اللي هيروح، يعني اوكي. لا دوري كاس عالم حلو قوي قوي. مستويات كلها متقاربه، فتحس ان في مفاجآت ممكن تحصل في اي وقت وحصلت. يعني الحمد لله المغرب انها توصل برضو لدور الثمانيه دي. دور ال 16 هنتكلم عن المغرب لوحده، ولكن بشكل عام في دور ال 16 شفت المباريات المنتخبات كلها زي، هل اصبحت كره القدم او القوى الكلاسيكيه او القوى الكبيره في كره القدم هي اللي بتسيطر؟ اكيد طبعا، بس في تغيير في طرق اللعب. يعني مثلا هولندا، اوكي، انا مثلا مباراه هولندا وامريكا خلصت لصالح هولندا. صحيح، هولندا بقت تلعب بواقعيه افضل من الاول. افضل من الاول، يعني كان زمان الكره الشامله لا دلوقتي بتلعب واقعيه، هي عايزه تختصر الطريق عشان تكسب. اوكي، ودي حاجه كويسه. يعني انا شايفها في الكوره مهمه قوي. انا من المدرسه الواقعيه على فكره في الكوره، ان انا لازم ابقى واقعي في كل حاجه، ما اقعدش ما احبش الف كتير. امريكا مستواها داخره، بس في فان جال مثلا يا كابتن، فان خال المدير الفني للمنتخب الهولندي، هل ده راجل كبير عنده حاجه و60 سنه، فهل بعد ما وصل للسن ده ممكن يغير طريقته ولا 70 سنه كمان؟ المدرب الشاطر يا كابتن اسلام اللي يشتغل على القماشه اللي معاه، أوكي، وعلى الواقع اللي هو شغاله في الوقت الحالي. اوكي، الكره اتغيرت كتير. الكره اتغيرت كتير جدا عن حقيقي زمان. حقيقي، والحته الدفاعيه بقت كتير. يعني صحيح، دلوقتي اعظم فرق العالم تلاقي العشرة ورا الكوره، مفيش حد ما بيدافعش. لا لا خلاص، لا كله النادي بيدافع. الاهلي النهارده الشوط الثاني عمل كده، وخصوصا حتى هو راجل قال النص الثاني من الشوط الثاني الاهلي بقى واقف، قال لك مبقاش انا يضغط من وقفت فوق. عشان ما اديش المساحات لان هم اسرع. دي شطاره، دي شطاره. صحيح، من المدرب انه يقدر يشتغل كده ويقدر يشتغل كده. خلي بالك، يعني انا مع فرقتي دايما بمرنهم على كده وعلى كده، على ان في مباريات هنضغط من فوق وفي مباريات لا هنقف ونقعد للصبح، مش مشكله. يعني انا لما كنت ماسك اف سي مصر في الدوري الممتاز كنت بلاعب فرقه وادي دجله، كان المدرب اللي هو ماسك، بابا فاسيليو، لا اللي ماسك بيراميدز دلوقتي، تاكيز جونيس. تاكيس جونيس، انت عارف تاكيس بيطلع بالكوره لازم يوصل لغايه حلق الجول. صحيح، انا كنت واقف له في المباراه دي في نص ملعبه، لا في نص عندي ملعبك انت، عند ال 18 ال 90 دقيقه انا واقف 18 وخطفت جول وكسبت 1-0. اوكي، بس هي المباراه دي عايزه كده لان امكانيات لعبتي كده. فهي الواقعيه في الاداء دلوقتي اللي تاخد المدير الفني، ما عندكش مشكله. بالظبط كده. نخش على الارجنتين واستراليا مثلا. طبعا الارجنتين كسبت. عايز اقول لك ان المنتخب الارجنتيني الالم اللي خده الاولاني من السعوديه فوقه، ودي حاجه على فكره، دي حاجه كويسه ان انت كفرقه تبدا بخساره بعد كده تفوق وتقدر تكسب المباريات اللي بعد كده كلها، دي حاجه تحسب لمنتخب الارجنتين ومدربه. ما بقاش برضو ايه يعني، كان عندهم بس عند توفيق في مارتينيز المهاجم بيضيع فرص كتير، وميسي كان بيحاول يساعده كتير. اوكي، لكن قدروا ان هم يلموا نفسهم، قدروا ان هم يوصلوا للي هم عايزينه دلوقتي. ومنتخب استراليا منتخب يعني كويس انه وصل للدور ده. اوكي، تمام. فرنسا وبولندا، فرنسا طبعا فرنسا ما شاء الله يعني عندها يعني زخم من النجوم. زخم من النجوم. يعني حتى مع غياب كريم بنزيما، اوليفيه جيرو يعني عامل اتألق، مباريات رائعة. صحيح، اتألق تألق تألق تام. صحيح، ودي تحسب للمدير الفني برضه انه صحيح، يخلي البديل بالشكل ده. صحيح، انه يشتغل بالشكل ده. ففرنسا من الفرق المرشحه لكاس انها تاخد او توصل للنهائي. فاحنا شايفين المباريات كلها حلوه، فيها مفاجآت كتير. نخش على مثلا على المباراه اللي بعد كده، كان في انجلترا. انجلترا طبعا ما شاء الله السنه دي ماشيين بشكل كويس قوي. لا انجلترا كمان مختلفه عن قبل كده. قبل كده كان انجلترا عندها محترفين كتير في الدوري ما كانش بيعمل منتخب كويس. اوكي، دلوقتي لا، قدروا يصلحوا المعادله دي ويطلعوا بمنتخب تقيل، جيد، منتخب كويس. هاري كين الهداف بتاعهم كان شغال الفتره اللي فاتت انه يعمل اسيستات، قدر يسجل. يعني ابتدوا يطوروا نفسهم عندهم طبعا، هندرسون وديكلان وبيلينغهام، يعني كلهم اشتغلوا. الثلاثه بتوع نص الملعب دول هم دول الفريقين معاهم قوي، ومخليين هاري كين
فايق ومخليه المنتخب الانجليزي كله فايق. السنغال احنا اتصدمنا فيه، انا اتصدمت فيه بصراحه. واعتقد انت ممكن تكون اتصدمت فيه بلينجهام. في مستوى، لا السنغال، السنغال اه لا السنغال السنغال مستواه وحش قوي في كاس العالم ده صحيح. وساديو ماني واضح عدم وجوده مؤثر على منتخب السنغال كقائد كمان. انت تحس ان ساديو ماني زي مثلا انت لو شلت محمد صلاح من منتخب مصر هتحس ان منتخب مصر هيتاثر. ايوه مظبوط. حتى ان هو كقائد للمنتخب ودي مهمه قوي. انت طبعا عارف زمان مثلا كابتن حسام حسن لما يبقى موجود في المنتخب بتبقى المنتخب عامل ازاي، مش موجود بيتاثر ازاي المنتخب. قائد جوه الملعب دي مهمه. فواضح ان منتخب السنغال انا شايفه انه تاثر كتير قوي بعدم وجود ساديو ماني. اوكي. اليابان وكرواتيا دي اضعف مباراه فنيا شفتها في دور ال 16 يعني. هي خلصت بضربات الترجيح لكرواتيا، بس اليابان بيلعب بحماس، ما عندهمش نجم. كرواتيا برضو، حتى كرواتيا تحس ان كبروا. لا كبروا في السن لسه. هقول لك كبروا في السن زي بلجيكا، فابتدوا يتاثروا بتتالي المباريات. صحيح زي بلجيكا كده. فمباراه شفتها ضعيفه فنيا قوي، من اسوء المباريات اللي كانت في دور ال 16. البرازيل وكوريا طبعا مش هنتكلم، مش هنقدر هنتكلم هنقول ايه. البرازيل في نص ساعه اربعه يعني. اخيرا المغرب يا كابتن يستطيع ان يفعل شيء امام البرتغال يعني، خصوصا دلوقتي انت ما تيجي تتكلم هتقول ان المغرب اما كانش رقم سبعه او سته في العالم او دلوقتي رقم ثمانيه في العالم. بالظبط. لا هل يعني يستطيع يعني يعمل يستطيع حاجة؟ يستطيع ويستطيع كمان. معلش انت تعدي يعني، عديت المنتخب الاسباني صحيح، هيبقى ما عندكش القوه والحماس الرهيب انك تعدي منتخب البرتغال. يعني دي فرصه كبيره، فرصه كبيره مش هتتعوض لمنتخب المغرب. يعني احنا بنشكرهم على الفرحه اللي هم صدروها لنا بصراحه. حقيقي كلنا فرحانين بمنتخب المغرب. انا امبارح كنت قاعد مبسوط، مبسوط جدا وحماس، وحاسس ان الكره الاخيره اللي جت في القايم بتاعت اسبانيا انا قلبي وقع. بس حسيت ان انت عارف لما نقول خلاص في المغرب هتكسب الكره عن بس في الكره كابتن برضو، واللي لعب يفهم اللي انا هقوله ده كويس، لانه لما بتعمل حاجه غلط بشكل جماعي بيتم عقابك. وده حصل مع في مباراه اسبانيا واليابان، لما اسبانيا سابت اليابان تكسب، اليابان يكسبها. ايوه وجهه نظري. فانا قلت العقاب هيجي، هيجي ممكن يكون في النهائي في القبل عشان النهائي ما تقابلش، عشان ما تقابلش بقيه لكن أيوة. سبحان الله جالهم العقاب بعد في المباراه اللي بعدها. في المباراه اللي بعدها عجبني مدير الفني بتاع المغرب الركراكي ان هو لعب بالطريقه المناسبه ليه ومصمم عليها ومش عيب. واقول لك حاجه يعني، هو كان اخطر في بعض الهجمات المرتده طبعا. الاستحواذ لاسبانيا، سيب الاستحواذ لاسبانيا، هيعملوا بيه ايه؟ ما عملوش بيه حاجه، لان هو كان مقفل كويس قوي قوي قوي. وكان بيروح بهجمتين يعني، راح بهجمتين كان ممكن يخلص الماتش فيهم. في مقابل الهجمه الوحيده بتاع اعتقد اسبانيا اللي هي جت في القايم، اللي هي في اخر في الشوط الاضافي الثاني، اللي هي كان ممكن تنهي المباراه. لكن المغرب تستحق. نجومهم حكيمي وحكيم زياش ومرابط. مرابط ده بقى الحكايه، حكايه حكايه في نص الملعب. طبعا غير حارس المرمى اللي يعني اللي تألق حارس بونو يعني حاجه يعني. اولا حركته في ضربات الجزاء عجبتني جدا. حركه رجليه الفوت وورك بتاعه عجبني جدا جدا. لان مخلي اللاعب اللي بيخش مش عارف يحطها مش عارف يحطها مش عارف يحطها بيتحرك كتير وحركته مش عشوائيه، عارف هو بيعمل ايه. هو عارف. وفي ضربه جزاء والله يا كابتن اسلام، في ضربه جزاء اتحطت على يمينه، انا قلت هو راح مرتين هنا، قلت هيروح شمال يمينه يعني هيروح على اليمين وراح وجابها. فلا هو ما شاء الله يعني كان سبب رئيسي طبعا في صعود المغرب، اللي نتمنى ان هم يكملوا على كده. يا رب يكملوا يا رب ان شاء الله، لانه الحقيقه كلنا زي ما الكابتن عبد الناصر قال ننتظر فرحه مغربيه ان شاء الله، وفرحه مغربيه وعربيه وافريقيه خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا كابتن عبد الناصر على وجودك معانا، دايما جداً. بنستمتع بوجودك، شرفت ونورت وسعدت جدا باللقاء. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، وبشكر كل طاقم العمل اللي معاك، وربنا يوفقكم دايما كده يا رب.